سلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما ومبسوطين. انا شروق يحيى، بعمل فيديوهات عن الرسم والفن عامه. فيديو النهارده عن ازاي ممكن نرسم جالاكسي بالوان الزيت بطريقه سهله جدا وتطلع كانها صوره بالظبط مش مرسومه حتى. هنبدا اول حاجه بالادوات اللي احنا محتاجينها. انا بدات استخدم ورق فابريانو 300 جرام. السبب اللي خلاني استخدم النوع ده من الورق هو انه بينشف بسرعة، فده كان بيساعدني ان انا اخلص الفيديو في نفس الوقت، ما احتاجش ان اسيب يوم مثلا الالوان تنشف وارجع اكمل. فلو انتوا لسه اول مرة بتتعرفوا على الوان الزيت ومبتدئين، ما تنصحكوش ابدا تجربوا على الورق ده، استخدموا كانفاس او سكتشات المخصوص للرسم بالزيت اللي هي بتكون الماتيريال بتاعتها شبه الكانفاس. بعدين محتاجين فرش، اهم حاجة ملمس الفرش يكون ناعم شوية، مش الفرش الخشنة. مقاسات مختلفة واكتر من واحدة، لان كل لون هنبقى بنخليله فرشة، او لو معانا فرشة واحدة يبقى بعد ما اخلص كل لون ننضفها كويس جدا جدا قبل ما نستخدمها في اللون التاني. محتاجين كمان باليت الالوان اللي هنستخدمها، وهقول لكم الالوان دي بالظبط واحنا شغالين. محتاجين كمان سكينه عشان ندمج الالوان كويس. لو معناش سكينه ممكن ندمج بالفرشه، بس ده بيخلي تنظيف الفرشه بعدين اصعب وبيخليها تبوظ بسرعه. وهنحتاج زيت، اي نوع زيت عادي، مش حاجه معينه. قبل ما نبدا في الالوان اللي هنحتاجها، محتاجه اكلمكم شويه عن الجالاكسي. اللي بيخليها تكون حلوة وزاهية قوي وكأنها صورة ومش مجرد رسمة، الغامق غامق قوي والفاتح فاتح قوي والدرجات الفقعة فقعة قوي. فعشان كده في ألوان مش هنقدر ان احنا نكونها، يعني مثلا لو محتاجين درجة فوشيا واللي هو البينك الفاقع، ما ينفعش نكونه من احمر وابيض، او هينفع بس مش هيكون بنفس جودة او بنفس الزهيان اللي هيكون لو جبنا لون فوشيا جاهز. سلام عليكم، ازيكم يا فنانين؟ عاملين ايه؟ واحدة منهم كفاية. بعدين درجة تركواز اللي هي الفاقع من اللبني، وبعدين درجة ازرق الترا مارين بلو، بعدين موف ده مش لازم، ممكن نعمله من الازرق والاحمر، وبعدين اخر حاجة اسود. هبدأ الاول ان اكون درجة الكحلي اللي هي هتكون معظم الجالكسي، اللي هو استخدمت ازرق وموف وشوية من الاسود. بعدين لازم ننضف السكينه كويس قوي باي فوطه، عشان واحنا بندمج الالوان الجديده ما تاخدش من اللون القديم والالوان تتوسخ من بعضها في الاخر، ده بيخلي لي الرسمه الوانها مش زاهيه. دلوقتي انا بكون درجه بينك فاتحه شويه، هجيب درجه لبني فاتحه سنه. بعدين هجيب درجة فوشيا غامقة شوية، حطيت من اللون اللي هو البينج الفاقع ده مع شوية من الموف. قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب علشان تستفادوا وتشوفوا بقية الفيديوهات، وتدوسوا على الجرس عشان يوصل لكم دايما نوتيفيكيشن بالفيديوهات الجديدة، وكمان ده بيحفزني انه اعمل فيديوهات اكتر واكتر. متنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت باي تعديل او اي اقتراحات حابين نضيفها على القناة او على الفيديوهات بتاعتنا. يلا بينا نكمل. علشان الرسمة تكون الوانها زاهية، فهبدأ باكتر حاجة انا خايفة عليها وهي الالوان الفاقعة او الزاهية. هبدأ بدرجات الفوشيا، بس هعمل لها الاوتلاين بتاعها الخارجي بدرجة الفوشيا الغامق او الموف اللي احنا كوناه من شوية، كوناه من فوشيا وموف. حد ملاحظ انا طريقة الفرشة ماشية ازاي؟ يعني انا مش مجرد بمشي خطوط صريحة، انا بعمل زي دورانات صغيرة عشان تديني تأثير الجالاكسي او السحاب. بعدين دلوقتي بدأت ان انا هستخدم درجة الفوشيا زي ما هي. حركة الفرشة أهم حاجة في الجالاكسي،
بمشي اكتر من مرة لحد ما اتأكد ان اللون اندمج كويس في بعض. بعدين بفرشة جديدة وهنبدأ درجة الأزرق. باخد الأزرق اللي هو الألترا مارين بلو، بعمل برضو أوتلاين للأجزاء الفاتحة من الأزرق، يعني الجالكسي عامة معظمها بيبقى فيها درجة الأزرق. الموف والفوشيا ساعات بتبقى لو واخدة درجات بنيات، بس بصراحة الألوان درجات الألوان دي المحببة لقلبي اكتر. يعني هبدأ اخد بقى من اللبن الفاقع شوية احطه في الاجزاء اللي جوه، وبرضه بنفس حركة الفرشة حركات دواير كده. انا ببقى وانا بحط اللون مش فارق معايا انه يتوزع بانتظام، بالعكس لما بيكون بعشوائية كده بيديني احساس اكتر ان هو زي السحاب. بعدين بفرشة فاضية وفيها ممكن نقطة زيت هبدأ أدمج الألوان. بدأت تنشف معايا بسرعة جدا، عشان كده أنا لازم ألحقها وأدمجها في بعض كويس. بعدين دلوقتي هبدأ أحط بقى اللون الغامق. أنا كده خلاص اطمنت على الدرجات اللي هي بتكون زاهية جدا عندي وبتخلي لي الجالاكسي شكلها تحفة، وبعدين احط الغامق. الحركة دي تنفع جدا للمبتدئين واللي لسه اول مرة يرسموا الجالاكسي، انما لو احنا ناس بنرسم باحترافية شوية وعارفين نتحكم في اللون عادي جدا نبدأ بالغامق. هي الفكرة انه من الاخطاء اللي بشوفها كتير ان الناس وهي بترسم بتضيع حلاوة الالوان وتبقى الدرجات كأنها متوسخة شوية من بعضها. فعشان كده نبدأ بالألوان اللي احنا عايزينها تفضل زاهية، وبعدين واحنا بنغمق نكون حريصين جدا ان احنا منمشيش كتير على الأجزاء اللي احنا عايزينها تفضل منورة كده. اللون ده مش اسود، هو الكاميرا موضحة اسود، بس دي درجة كحلي عملناها من الأزرق والموف والاسود. برضو شايفين حركة الفرشة ماشية ازاي، لازم نفس الحركة دي، ما تزهقوش وتمشوا في اتجاهات مستقيمة كده، لازم كلها اتجاهات دائرية. بعدين دلوقتي هنبدأ بإن احنا نبدأ نحط درجات الفاتحة من البينك ومن اللبني. في الجزء ده بكون حريصة جدا ان انا مضيعش كل الدرجات الغامقة من البينك، يعني ما ينفعش انا محط ابيض ياخد المساحة كلها وكأني محطتش تحت غامق. فبنحط كمية صغيرة جدا وندمجها، وبعدين لو احنا احتاجنا نحط تاني نحط. بجد خلوا بالكم لان الخطوة دي ممكن تضيع كل اللي احنا عملناه. بفرشة تانية اللي هي بتاعت الأزرق عملت بيها نفس الفكرة، حطيت زي إضاءات بسيطة كده وبعدين بدمجها. بعد ما أخلص دمجها لو حسيت إني محتاجة أحط إضاءة تاني أرجع أحطها. واحدة لدرجات البينك واحدة لدرجات الأزرق، أو لو أنا هستخدم نفس الواحدة يبقى أنضفها كويس جدا جدا قبل ما أستخدمها تاني. في الاخر خالص ببدأ اضيف ابيض، وده مش هدمجه كتير، بتبقى هي كده اجزاء منورة اكتر. بعدين دلوقتي بفرشة قديمة شوية تكون هي كانت ناعمة بس بدأت تبقى خشنة، هنعمل بيها النجوم دي، او ممكن برضو بفرشة سنين نفس اللي انا عامله ده بس فرشة سنين. باخد اللون الابيض وبضيف له زيت كتير. الكاميرا مش جايبة دلوقتي بس هتبان حالا. لون ابيض قليل وزيت كتير. ببدأ اعمل بايدي الحركة دي اني انطور شوية نقط صغيرة،
قبل ما تعملوها على الرسمة بتاعتكو جربوها في ورق بره، علشان لو هي بتنزل نقط تخينة قوي تخلوا بالكو وتشوفوا ايه اللي غلط وتصلحوه، ومجرد ما تظبط معاكو تقوموا عاملينها في الرسمة. انا بتطلع معايا هي نقط صغيرة جدا، فعشان كده انا هعمل اكتر من واحدة، وبقرب في الاجزاء اللي انا عايزة النجوم فيها تزيد اكتر. بقت تحفة بجد، لازم تجربوها. بعدين هجيب فرشة صغيرة وهاخد لون ابيض، هبدأ اعمل بقى النجوم اللي انا عايزاها تكون اتخن شوية، يعني بجد تجنن وسهلة جدا جدا. رسمة زي كده ممكن تستخدم على فكرة، تدخل في البورتري، ممكن تدخل يبقى منظر طبيعي كامل و جزء فيه جالاكسي. ممكن تستخدموها تعملوا بيها، ترسموا بيها على الهدوم، على الكوتشيهات، على الشنط. هي حاجة تحفة جدا، لازم تجربوها. وعايزاكم توروني لما تجربوها هتعملوا ايه. حطوا الصور رسوماتكم في الجروب على الفيسبوك بتاعي، هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس. واصلا عامه اي رسومات ترسموها حطوها على الجروب بتاعي، وانا بدخل واقول رايي في كل الرسومات وايه اللي محتاجين تصلحوه عشان تطوروا من نفسكم اكتر. بس وزي ما انتوا شايفين كانها صوره مطبوعه مش مرسومه، وسهله جدا ما فيهاش اي حاجه صعبه. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب علشان تشجعوني ان اكمل، وعلشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديدة. اشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.